أهلا وسهلا بكم في رحلتنا الفضائية. اليوم سنأخذكم في جولة حول كوكب الزحل، أحد أروع الكواكب في نظامنا الشمسي. دعونا نبدأ بالتعرف على هذا العملاق الغازي. زحل هو الكوكب السادس بعدا عن الشمس، ويعتبر ثاني أكبر كوكب في نظامنا الشمسي بعد المشتري. يتميز زحل بحلقاته الشهيرة التي تتكون من جليد وصخور وغبار. تتكون حلقات زحل من آلاف القطع الصغيرة التي تتراوح أحجامها من دقائق الغبار إلى قطع كبيرة بحجم الجبال. تتكون هذه الحلقات أساساً من جليد الماء مع قليل من المواد الصخرية. يملك زحل أكثر من 120 قمر، ولكن من أبرزها تيتان وأنسيلاد. تيتان هو أكبر أقمار زحل، ويتميز بغلاف جوي كثيف يحتوي على بحيرات من الميثان، بينما يعتقد أن أنسيلادوس يحتوي على محيط مائي تحت سطحه المغطى بالجليد. كانت مركبة الفضاء كاسيني أحد أهم البعثات التي قدمت لنا معلومات قيمة عن زحل. استمرت مهمة كاسيني لمدة 13 عاما، وأرسلت كميات هائلة من البيانات والصور التي ساعدتنا في فهم هذا الكوكب بشكل أفضل. زحل بجماله وغموضه يبقى واحدا من أكثر الكواكب إثارة للاهتمام في نظامنا الشمسي. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الجولة الفضائية. شكرا لمتابعتكم، وإلى لقاء في رحلة جديدة في عالم الفضاء.